بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين، كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. أنا جاي عاوز أتكلم النهاردة عن موضوع في قمة الاستفزاز. الموضوع ده بخصوص أحمد وزين. طبعا الكل عارفه، بقوا أشهر من نار على علم. ليه؟ معرفش. بيعملوا إيه مفيد للبشر؟ معرفش. المهم ده مش موضوعنا. المهم إنهم بدأوا يستهبلوا ويخرجوا عن حدود اللياقة والعادات والتقاليد والقيم. سيبكم اللي عملوه مع بنتهم، هم احرار معاها رغم اعتراضي واعتراض كل اللي شافوهم، بس هي في الاخر بنتهم، هم احرار. بس ان الموضوع يوصل للي عملوه في اخر فيديو مرفوض تماما. طبعا كلكم شفتوا الفيديو، واللي ما شافوش الفيديو عرفوه من الصوره. انا عندي اطفال كانوا بيتفرجوا عليه النهارده، وحسيت بمنتهى القرف والحزن على اللامبالاه وعدم احترام التقاليد والعادات والقيم الدينيه والمجتمعيه. انا اول حاجه هعملها انا واولادي هنلغي اشتراكنا عندهم، لان فيديوهاتهم بقت غير لائقه للاسف. وبدل ما يشكروا ربنا على الرزق اللي رزقه لهم، لا، بيستغلوا الرزق ده اسوا استغلال، دون مراعاه لمشاعر الناس. ارجو ان انا اكون وصلت فكرتي، اللي هي اكيد فكره كل اللي بيشوفوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.